بضربة واحدة بدأ وباء كورونا بقطع الطريق على النمو الاقتصادي، ووضع حكومات العالم أمام تحديات جديدة غير مسبوقة، حيث عبر فيروس كورونا المحيطات وأفسد أحداثاً اقتصادية وتجارية ورياضية وفنية في العالم أجمع. ولا طالما كان الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة تصاعدية خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد القفزات النوعية التي حققها النشاط الاقتصادي في أمريكا. واصل وباء كورونا انتشاره في العالم وتفشى بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، مخلفاً وراءه تداعيات اقتصادية كارثية. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا الأستاذ نضال أبو زكي، المدير العام لمجموعة أورينت بلانت. أستاذ، هل ترى أن وباء كورونا قد أثر فعلياً على الاقتصاد الأمريكي وأدخله في مرحلة الركود؟ لقد أتت أزمة كورونا لتشكل اختباراً حقيقياً لإدارة الرئيس ترامب وللنظام الاقتصادي الأمريكي، حيث أتت هذه الأزمة في وقت لم يكن أحد من المحللين يتوقع وجود أي أزمة، حيث كان الاقتصاد الأمريكي يشهد تطورات نوعية وقفزات نوعية. برأيي أن الرئيس قد أخطأ في البداية في التقليل من هذه الأزمة، حيث استهان بها قبل أن يدرك حجم الكارثة التي جلبها هذا الوباء إلى المجتمع الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وأتت الخطوات التي قام بها متأخرة ومربكة منذ البداية، الأمر الذي أدى إلى العديد من الاختلاف وجهات النظر مع حكام الولايات، وإلى ظهور هذا الصراع على وسائل الإعلام. كما أعتقد أنه سيخطئ مجدداً في الوقت الحاضر بالتسرع بفتح الولايات الأمريكية أمام الحركة الطبيعية وعودة الحياة الاقتصادية، حيث قبل انتهاء هذا الوباء. أما من ناحية يعني التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا في الولايات المتحدة، من الناحية الاجتماعية يعني تحولت الولايات المتحدة إلى بؤرة لهذا المرض، وأدى إلى إرباك شديد في النظام الصحي الأمريكي وإلى شبه توقف في الحركة الاقتصادية. يتوقع أن تصل خسائر الولايات المتحدة من وراء هذا الوباء إلى حوالي 5 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق ويعد كارثي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث لم تشهد هذه الدولة مثل هذا التحدي منذ أكثر من 100 عام، منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الأمريكي بنسبة تصل إلى 30%، يتوقع أن يزيد عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 45 مليون شخص، الأمر الذي سيعمل ضغطاً غير مسبوق على الإدارة الأمريكية في تأمين الوظائف وتأمين لقمة العيش للعديد من الأمريكيين وتحويل جيل كبير من الأمريكيين إلى عاطلين عن العمل. أما لم نروح على عدة قطاعات، مثلاً في مجال صناعة صفر وحدها ستزيد الخسائر عن 350 مليار دولار، يعني في هذا المجال ستبلغ نسبة العاطلين عن العمل حوالي 4.5 مليون عامل. ويعني في المجمل هناك خسائر هائلة في الاقتصاد الأمريكي، قد يحتاج الاقتصاد إلى يعني أكثر من 10 سنين لتعويضها. بالنسبة لشركات الطيران هناك خسائر يومية تزيد عن 60 مليون دولار من الخسائر، هناك توقف شبه كلي لحركة الملاحة الجوية، و يعني المشكلة انه هي يعني أزمة ثقة بين الصناعات الأمريكية والإدارة الأمريكية، يعني هذا الأمر سيخلق العديد من المشاكل الاقتصادية الأمريكية على المدى الطويل. من ناحية البورصة، تعرضت البورصة الأمريكية لخسائر كبيرة فادحة، حيث انهارت بورصة وول ستريت وسجل مؤشرها أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي عام 1987،
بخسارته 10% من قيمته بصورة فورية، كما هوت أسعار النفط إلى أدنى من يعني أدنى مستوياتها من 18 عاما. كيف يمكن لأمريكا أن تخرج من هذه الأزمة وهذا الركود الاقتصادي؟ بداية قبل أن نتحدث عن خروج من هذه الأزمة والركود الاقتصادي، يجب علينا أن ندرس كيفية الخروج من السيطرة على انتشار فيروس كورونا والوصول إلى نقطة التوازن، أي مرحلة الانحدار وانتهاء الفيروس، حتى نتمكن من الحديث عن انتهاء الركود الاقتصادي ومعالجة تبعات الأزمة. في الوقت الحالي تسجل الولايات المتحدة أعلى نسبة زيادة في العالم بصورة يومية، وقد يعني خرج هذا الوباء عن السيطرة. أعتقد أن ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة هو كما فعلت الصين، حيث يتم إقفال كامل لمدة أسبوعين أو ثلاثة حتى يعني تقضي على ظاهرة الانتشار، ثم تعود القطاعات الاقتصادية إلى العمل بصورة تدريجية، وهذا سيعطي الاقتصاد الأمريكي جرعة إنعاش ليعود إلى النهوض من جديد. إن أحداث تغيير نوعي في طريقة الإنفاق من جانب الاقتصادات الكبرى هو المفتاح الرئيسي لإنعاش نمو الاقتصاد العالمي وإعادة الثقة لدى المستثمرين. لا يمكن معالجة تبعات كورونا بالعودة إلى الأنظمة الاقتصادية التي كانت موجودة قبل أزمات كورونا. لقد بدأت الحكومة الأمريكية باتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي، حيث أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن حزمة من الإجراءات، منها مثلا تخفيض سعر الفائدة على المدى القصير إلى ما يقرب من الصفر، كما أعلن عن استعداده لشراء ما لا يقل عن 700 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وفي بعض مرافق التمويل الاحتياطي الأمريكي وضعت الخزانة الأمريكية 10 مليارات دولار كرأس مال ممتص للخسائر لكل 100 مليار دولار من القروض، كما حصلت الخزينة الأمريكية على 450 مليار دولار إضافية من الكونغرس كجزء من حزمة تحفيزية تقدر ب 2.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات الأزمة. إذن بداية الخروج من هذه الأزمة يكون بأول شيء وقف تفشي الوباء، إعادة فتح المصانع الأمريكية والمؤسسات الأمريكية، وثم معالجة مشكلة البطالة، ومن ثم العودة إلى دورة الحياة الطبيعية، مع برأيي ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية الأمريكية التي كانت تركز فيما مضى على اقتصاد البالون أو اقتصاد البورصة وول ستريت، الأمر الذي يعني أضعف الصناعات الأمريكية لمصلحة الصين.